السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك حبيبتي، ليش مسكرة تليفونك من الصبح؟ بتعرفي نسيت أشغل التليفون. قولي الله يكون بعوني. والله الله يكون بعونك، لو عندي جوز مثل جوزك كان خلعته من زمان وخلصت منه. طيب قولي لي ليش اتصلتي فيي؟ حبيت اطمن عليكي، عملتي اللي قلت لك عليه؟ هذا كل البريد اللي وصل يا استاذ عز الدين. اشوف. اسمع عباس، الغي لي كل مواعيدي بعد الظهر، بدي اروح اشوف وزير الاعلام عشان الورقه اللي بدي اقدمها في المؤتمر. ايوه، عشان هيك رئيس التحرير طلب يشوفك من الصبح. لا، رئيس التحرير طلب يشوفني عشان الندوة والدورة التدريبية اللي راح أقدمها في دبي. أيوه، الدورة بدك تناقشوا فيها بعض مشاكل الزوجية وطريقة حلها بطريقة شبكة المخ في التفكير. بالمناسبة أنا عملت ورقة عن هذا الموضوع، بدي تودي لي إياها على الإيميل لدبي، بتبين كيف طريقة حل المشاكل بالاعتماد على خيوط العنكبوت في التفكير لحل المشاكل الزوجيه المعقده. بعتها لدبي. انت من وين بتجيب هاي الاسماء يا استاذ؟ شبكه العنكبوت، خيوط المخ. من وين بجيبها؟ من شبكه المخ. وانت مالك هيك مخاتك صارين كله بخيوط عنكبوت متشابكه يا سيدي؟ اعتبرني فهمت. الاستاذ عز الدين المحترم، تحيه طيبه وبعد. أبعث إليك خطابي هذا على ورق خريفي لعلك تلتقطه قبل أن تمزقه الرياح وقبل أن تبلله دموع الألم والحسرة، فيختلط الحبر بالدموع وتتماهى صورة الإنسانية المعذبة كما تتماهى صورة الطبيعية على سطح بركة ماء بفعل سير أقدام الريح عليها. مشكلتي بزوجي التي فشلت جهودي معه لنحيا حياة مستقرة وهادئة. أنا من أسرة متدينة ومحافظة ذات سمعة طيبة، أكملت دراستي الجامعية متخصصة في علم النفس، أعمل مدرسة، أحب عملي وأنا ناجحة فيه، تزوجت وعمري 22 عاما. أما زوجي فأبوه متدين وأمه مطلقة، لم ينهي تعليمه المدرسي لكن له خبرة عملية ووظيفة، مما يجعله في سلك كبار الموظفين في سن مبكرة. سبق له أن تزوج ولكن زواجه لم يستمر سوى عامين وانتهى بالطلاق من دون أطفال. لقد مضى على زواجنا 4 سنوات ونصف تقريبا، وكان كل همي متجها نحو إسعاد زوجي ببناء بيت سعيد وإنجاب أولاد صالحين، وعملت ما في وسعي من أجل حياتي الزوجية بكل طاقة جسمي وعقلي ونفسي وروحي، لكن مشاكلا وظروفا صعبة واجهتني من الشهر الأول. بدأت أشعر بالضعف في قواي الجسمية والنفسية وأفقد شخصيتي المنطلقة للحياة ومحبة الناس ومساعدتهم، وبت لا أشعر بالمتعة بما حولي ولا بالعلاقة بمن حولي، حتى ضعفت رغبتي في السعي لحل مشاكلي مع زوجي وأخذت أفكر في الانفصال عنه، لكني غير قادرة على ذلك بالفعل، فإنني ما أزال في داخلي حباً لزوجي يجعلني أتراجع. تزوجنا عن طريق الأهل فنحن جيران، وباختصار بدأت مشكلتي معه منذ البداية، حيث كان يعاني من عجز جنسي كامل فلم يستطع معاشرتي. شعرت بالحيرة والخوف، لم أدري ما أفعل. ما تروح تشوفي حالك. مين قال لك إني ما رحت؟ أنا رحت على دكتورة أخصائية وقالت لي إني طبيعية وسليمة. نعم، أيوة، يعني العيب مني أنا؟ اسمعي، أنا رجل والرجل ما بيعيبه أي شيء. أرجوك يا راشد،
انت ليش بتاخذ الامور هيك؟ مش يمكن المشكله بسيطه وبحاجه دواء؟ ولا ليش الدكاتره والادويه؟ انا بخير، ما في اشي. روح على دكتوره بتفهم بدل هاي الدكتوره اللي بتروحي عليها. كمان بتكذبني؟ ماشي انا كذابه. طب شو رايك انت تختار الدكتوره اللي بدك اياها وديني عليها بايدك، بس انت كمان تروح على دكتور. اسمعي اسمعي يا بنت الناس، اذا بتجيبي سيره هذا الموضوع مره ثانيه ما راح تضلي عندي بالبيت ولا دقيقه واحده، فاهمه؟ وبعد ستة أشهر استطاع زوجي معاشرتي، ولكني عرفت فيما بعد أنه يعاني من برود جنسي، فهو لا يهتم بأي شيء من مشاعر المرأة والجنس ولا يكترث بذلك. يضاف إلى ذلك قسوة معاملته، فهو لم يشعرني بدفء المعاملة أو رقة العاطفة، ولم نجلس قط جلسة هادئة نتناول فيها المشاعر والأحاسيس، ولم أسمع منه قط كلمة حب أو شوق، ولم يقبلني قط. ومرت الأيام. أهلين عباس، شو في؟ زيد وصل. مين زيد؟ ما بعرف، اتصل مبارح وكان بدي يشوفك واسمه مسجل الدفتر المواعيد ومصر أني يشوف حضرتك. يا سيدي ما دام الرجل عنده موعد خليه يتفضل. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا بالاخ زيد. اهلا، كيف الحال؟ اهلا، تفضل. شكرا. شو مال ايدك؟ سلامتك. الله يسلمك. هاي من كثر العصبيه زعلت شوي، ما مسكتش اعصابي فرحت ضارب ايدي بالمزهريه. كسرتها؟ ايدي ولا المزهريه؟ واضح انك كسر التنتين. حقيقه انا جاي عشان هذا الموضوع، وانا بصراحه عندي مشكله كبيره. وبالمناسبه يا استاذ عز، انا قرات مقالاتك في زاويه كيف ننقذ هذا الزواج من الفشل، وحقيقه مقالاتك جديره بالاهتمام والتقدير. يا سيدي شكرا على هذا الاطراء، بس قبل ما تبلش تحكي لي مشكلتك بحب اسالك شو بتشرب؟ ضروري؟ طبعا ضروري. اذا ولا بد قهوة من غير سكر لو سمحت. حاضر. عباس ابعت لنا 2 قهوة بدون سكر. نور يلا حبيبتي. يلا حبيبتي، على ايش مستعجلي علي؟ على الهم والنكد اللي بستناني؟ شو رأيك نضلنا هون؟ جيب لك فرشة والحاف عشان تنامي بالمدرسة. يا ريت يا ريت حتى ارتاح من الهم والنكد. ما حكينا تفائلوا بالخير تجدوه؟ دخلت من وين بنباع هذا عشان انا بدي اشتريه؟ انا اخر مره اشتريته من مجمع تجاري، اسم المحل انسى وريح بالك. ايوه هيك اضحكي، فرجيني اسنانك اللي زي اللولو، صلي زمان ما شفت هالضحكه. يلا حبيبتي يلا قدامي. المشكلة إنها مسكر علي حتى النفس، عندها حب ملكي غريب عجيب. تصور إنه بتزعل إذا بروح عند أهلي أو طلعت مع أصحابي. حاولت إني أغير من طباعها لكن بدون فايدة. قديش صار لك متجوزها؟ يعني تقريبا 2 سنين وعندي منها طفل. 2 سنين وطفل. أهل زوجتك هون بالبلد؟ لا، عايشين برا بس بيجوا على الصيف. وكيف علاقتها بأهلها؟ كويسة، وأنا علاقتي فيهم كويسة، على الرغم من أنه في تفاوت ثقافي واجتماعي بيني وبينها. بس هي بتحبك. شو؟ بتحبني؟ اللي بتأذي زوجها بتصرفاتها بتعرف الحب؟ على كل حال أنا فكرت أكثر من مرة أني أطلقها. اللي بتحب أنها تمتلك زوجها معناته بتحبه ومتمسكة فيه.
معناته أنت موافق على تصرفاتها بداعي الحب؟ أنا ما قلت هيك، بس إذا بدك أقول بقول. المشكلة فيك، في نفسك أنت. كيف؟ أنت بحاجة أنك تتعلم كيف تتعامل مع زوجتك. هلا يا أستاذ صرت أنا المشكلة مش هي؟ شوف يا أستاذ زيد، أنا رايح أقترح عليك عدة اقتراحات، جربها مع زوجتك يمكن تنفعك وتقربك منها وتقربها منك. شو بدنا نخسر؟ نجرب. تفضل. شو هي؟ أنت مش بتقول إنها بتحب تتملكك وأحياناً بتزعلك وأنت بتزعل منها وبتشوف إنه أهدافها غير أهدافك؟ مزبوط. مع إني مش متأكد إنه تحليلك هذا صح ولا غلط، بس راح أقترح عليك عدة اقتراحات. لما يصير موقف بينك وبينها في هذيك اللحظة أوقف عنده وجادلها فيه وفهمها إنك فاهم هي إيش بتفكر في هذيك اللحظة، وبرضو علمها كيف تتعامل معك بنفس الطريقة. جرب، يمكن هاي الطريقة تنفع. طيب شو بدنا نستفيد من هذا الحوار؟ الحوار هذا بسموه استنطاق النفس، وهذه نظرية جديدة وجربوها بشكل عملي وعلمي ونفعت تماما، وهي بتبعد وساوس الشيطان عن الشخصين، لأنه كل واحد بصير يحكم على الثاني من خلال اللي بفكر فيه، وما بسمح للتحليل الشخصي بأنه يستمر معه. هذه نظرية جديدة، خلينا نجربها بركي نفعت معكم. والله فكرة حلوة. أنت بتقولي إنها بتأذيك وأنا بقولك إنها بتحبك. هلأ مين الصح فينا ومين الغلط؟ هذا الحكي راح يصير بعد ما تقولي شو سويت بناء على الاقتراحات اللي أنا اقترحتها عليك. يا سيدي بنجرب، على رأيك ما راح نخسر إشي. بس بتعرف أنت عجبتني في إشي عملته، عجبتني كتير. شو هو؟ إنك كسرت المزهرية. زقرت مش هيك؟ على المزهرية. إذا مش عند أهلك وين بده يكون؟ وين كاين؟ ما أحلى بيت الواحد. يا سلام. يعني حبيبتي وين بدي أكون؟ طلعت مشوار هيك؟ من غير ما تتصل فيني ولا تقولي؟ أنا فهمت قصدك، قصدك تحكي لي إنك خايفة علي وتشوفي إذا إيدي ألمتني ولا لا، أو رحت على الدكتور ولا لا. مش هذا قصدك يا روحي؟ مش عارفة، يمكن. لا أكيد هذا قصدك، وأنا مقدر خوفك حبيبي. تحضرين الغداء؟ من عيوني. يسلم عيونك. مرت الأيام، لم أشعر بمودة أو رحمة من تصرفات زوجي الذي يحاول فيها إثبات رجولته وفرضها علي ليغطي شعوره بالنقص. حاولت مساعدته لكن دون فائدة، وبعد ذلك اكتشفت أمرا مريعا. إلى أغلى الناس، إلى حبيبي الغالي. لمين هاي؟ لا هي لواحدة زميلتي في الشغل، بدي اعمل لها بطاقة تأمين صحي. بتعمل لها بطاقة تأمين صحي؟ بتفكرني غبية ولا هبلة؟ هذا المكتوب على الصورة لمين؟ بصراحة إلي. أنت مالك؟ كيف أنا مالي؟ مش المفروض أنا مرتك؟ طيب اسمعيني كويس، اسمعي. أنا كنت ما بدي أحكي لك لأني كنت خايف على مشاعرك،
لكن كون الفرصة جت لحالها بدي أحكي لك. هاي زميلتي في الشغل وبدي أخطبها على سنة الله ورسوله، عندك مانع؟ وأنا فكرت فيه، ما فكرت بمشاعري. ما أنا قلت لك كنت خايف على مشاعرك. لا فيك الخير والله، ما هو باين. اسمعي، بدي أتجوز يعني بدي أتجوز علشان الخلفة، وما في حدا بالدنيا هاي بيمنعني، فاهمة؟ ماشي يا رشد، بدك تتجوز انت حر، بس لما بدك تتجوز الست المحترمة قبليها بدك تطلقني. لا ما راح أطلقك. زي ما إلك الحق تتجوز، إلي الحق أطلب الطلاق. قلت لك ما راح أطلقك يعني ما راح أطلقك، وراح أتزوج عليك وأشوف شو بدك تعملي. الأيام التي تلت ذلك كانت صعبة للغاية، لكني علمت أن أهل البنت رفضوا تزويج ابنتهم لها عندما عرفوا بأن له زوجة مثلي، وعلى إثر ذلك زادت معاملته لي سوءا، وكان أحيانا يضربني وأنا صابرة عليه، إلى أن جاء ذلك اليوم الذي جرني فيه من شعري ورماني خلف باب البيت لرفضي أن أترك بيتي، فلم أعد قادرة على احتمال ذلك، فاتصلت بصديقة عزيزة علي والتقينا وأخبرتها بما أعاني عوضا عن أهلي. كل هاد كايني صابرة عليه؟ في رجال بالدنيا بيضرب مرته وبهينها وكمان بشد شعرك وبيطلعك برات البيت؟ كل هاد لأنك ما بدك تطلعي برا البيت؟ لا اسمحيلي، هاد لا يمكن يكون بني آدم. أنا قلت خليني أصبر عليه شوي، يمكن يرجع لعقله. بالأول وبالآخر هذا بضل جوزي، والدين بيطلب مني. لا الدين ما بيرضى بالظلم، الدين كرم المرأة وعطاها كامل حقوقها، الدين محبة معاملة ومقابل كل حق في واجب. مش عارفة شو بدي أعمل يا هديل، جربت كل الطرق وما نفعت. ما إلك غير الأستاذ عز الدين. مين عز الدين؟ لم أقتنع في البداية بإطلاعك على قصتي، وتوالت الأيام وبدأت المشاكل تتزايد علي، وعلم أبي بالأمر فأعادني إلى بيته، لكنه يعني زوجي لم يرضى أن يطلقني، وتدخل أهله لإصلاح ما فسد بيننا، ولكن بلا جدوى، فقد كانت علاقته بأهله سيئة وجافة ورفض الطلاق. إنه رجل بالغ القسوة وغليظ الطباع قاطع الرحم، لم يصله يوما قط، ارتكب المعاصي بأعصاب باردة، وعلمت فيما بعد أنه على علاقة بعدد من النساء، وأنا لم أعد قادرة على التسامح والعودة إليه ككل مرة. أيوة نعم. طيب خلاص بنفس المكان بعد ساعة إن شاء الله. خلاص بنفس ماشي أوكي اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا زيد، يا مرحبا. سالت عنك في الشغل حكم مجاز. انا اسف اني جيت من غير موعد. كونك سالت عني بالشغل وجيت لهون معناته مصر تشوفي. طبعا. شو بدنا نضلنا واقفين؟ فيش تفضل. لا ابدا، شرف. تسلم.
تفضل. أشكرك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أنتوا شرفتوا. شو بتحبوا نضيفكم قبل ما نقعد ونحكي؟ لا ولا إشي، إحنا عنا حصتين فراغ وقلنا نيجي نشوف حضرتك بعد تليفونك إلنا ولازم نرجع المدرسة. مين الأخت؟ هديل، زميلتي بالمدرسة وصديقتي ومن أقرب الناس على قلبي، بتعرف كل مشاكلي. تشرفنا بالأخت هديل. أهلا فيك أستاذ. تفضل. أكيد الأخت هديل هي اللي أشارت عليكي إنك تبعتي لي رسالة وتخبريني بمشكلتك. أيوة يا أستاذ، وهي بالمناسبة أكثر وحدة متابعة زاويتك بالمجلة. هذا لطف منها. بالمناسبة جوزي إجا لعندك بعد ما قرأ زاويتك بأكثر من عدد. أما أنا فبحتفظ بكل أعداد المجلة اللي متشرف بزيارتها اليوم. أهلا وسهلا. مين جوز حضرتك؟ شو اسمه؟ اسمه زيد، اللي إيده مكسورة من ضربة المزهرية بعد ما خليته يعصب. طيب طمنيني، كيف علاقتكم حاليا ببعض؟ اطمن، استنطاق النفس جاب نتيجة إيجابية. قبل ما كسر المزهرية ولا بعدها؟ طراق ما راح أطلقها حتى لو طلع شجرة برأسها. أنت لسه من شوي حاكي أنه التفاهم معدوم بينكم وما في مجال للإصلاح، أنت على إيش بتمسك فيها؟ إما إمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. لا يا سيدي، كان غيرها أشطر، راح أخليها معلقة حتى أعلمها الأدب. بس هذا تجبر وانتقام، وانت بالطريقة هاي بترتكب خطأ كبير، وهذا ما بيرضي ربنا ولا حتى بيرضي العبد. خلصت كلامك؟ لو سمحت أنا عندي موعد، معلش. اوعى تفكر اني جاي عشان زوجتك. صحيح مرتي ومرتك صحبات واحنا تعرفنا على بعض من خلالهم، لكن الله شاهد علي اني جيت علشانك انت حتى ما يكبر غلطك، لأنه نصيحة المسلم للمسلم مطلوبة، والدين نصيحة. ولعلمك أنا جيت من نفسي وما حدا بيعرف، وبتمنى عليك إنك تفكر بالموضوع بهدوء وما تنجر ورا الشيطان بفعل الشر. واضح يا أخت نور من رسالتك ومن الحديث اللي تفضلت فيه هلا حجم المعاناة والتعب من معاملة جوزك القاسية إليك. واضح كمان قديش صبرتي عليه كثير حتى يتغير ويصير إنسان صالح، لكن واضح إنه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. صدقني يا أستاذ عز الدين، اللي كتبته واللي حكيته أقل بكثير من الواقع المر اللي عشته معه. حاولت أصلحه لكن الله يسامحه ما عنده قابلية للإصلاح. ما أخفيك، أنا آخر إشي بنصح فيه هو الطلاق، وفكرت كتير، لكن بما أنه زوجك عنده علاقات نسائية محرمة كتير وما بيحترمك ومصر كمان على إهانتك، وعرفت كمان أنه قاطع للرحم، كل هذا خلاني أفكر بنصيحتك في الطلاق منه، مع أني عندي مبدأ وما بغيره. أنا دائماً بحاول أني أنقذ أي زواج من الفشل، لكن الحمد لله في حالتك ما في أولاد، ولا كان المسألة بتكون أعقد بكتير. يعني أنت بتنصحها بالطلاق؟ أعتقد هذا هو الحل السليم. مع هيك زوج بخون زوجته وبهينها وبيستولي على مالها مثل ما قالت قبل شوي. صدقني يا أستاذ أنه أكثر من نص حق البيت دافعته من راتبي. شوفي يا أخت نور، أنا ما بدي أقول لك أصبري عليه، لأنه صبرك عليه رح يأثر على نفسيتك وعلى عطائك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وأبدله بأحسن منه. طبعا ما في شك إنه أجرك على صبرك عظيم وحرصك على تغييره طيب، لكن لكل إشي قدر ومقدر. عشان هيك أنا بشوف إنه آن الأوان حتى تنفصل عنه وتنطلقي في حياتك وتفتحي فيها أفاق جديدة وأبواب جديدة للحصول على حياة طيبة مفيدة فيها مرضات الله، لكن بنصحك تماماً إنك ما تتنازل عن حقوقك أبداً. ما بقدر أوعدك، أنا مستعدة أتنازل عن كل شيء بس أرجع لحياتي الطبيعية. عاد هذا برجع إليك، أنا نصحتك وربنا يجيب اللي فيه الخير، وبتمنى تحصلي على الطلاق
وبتمنى كمان انه ربنا يعوضك باحسن منه. لا خلاص توبه. لا ارجوكي لا تقولي لك، انت انسانه واعيه ومتعلمه، والمفروض التجربه السيئه تقوي فيكي اراده اختيار الرجل المناسب، ومثل ما بقول المثل الضربه اللي ما بتكسر الظهر بتقوي. ما تاخذها يا استاذ، ما هي من اللي شافته. بدي اذكرك بقصه ام سلمة رضي الله عنها، طبعا بتعرفوها. ام سلمة رضي الله عنها لما مات زوجها الاول وقفت على قبره وصارت تفكر، فمر فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال لها يا امه الله اصبري. شو ردت عليه؟ اليك عني. قالوا لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخجلت ام سلمة وراحت للرسول عليه الصلاة والسلام تعتذر له، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فإذا أصبت بمصيبة فقولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. فشو ردت عليه؟ قالت له أي خير بعد وفاة زوجي. وبعدين شو صار؟ خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها. صحيح. وشو قالت ام سلمة؟ لقد أخلفني الله خيرا من زوجي. وإن شاء الله أنت كمان ربنا بخلفك بأحسن منه، وبتعيش حياة كلها سعادة ومحبة، والله يحفظك. صحيح أنا جايك في موضوع علشان تساعدني. الموضوع مش عارف كيف بدي أتصرف فيه. ما دام الموضوع بيتعلق بعلاقة زوجية أنا تحت أمرك. أنا بصراحة ناوي أتزوج. شو المطلوب مني؟ ألاقي لك عروس؟ لا العفو يا أستاذ، مش هذا المقصود. وأنا كمان بمزح معك، تفضل. الصحيح لما نويت أنا أكمل نص ديني كلفت الوالدة تدور لي على إنسانة مناسبة، فعلا ما في يومين إلا حكت لي هي عن بنت. مستواها التعليمي قريب من مستواي التعليمي، هي أصغر مني بسنتين. برضو مستواها المادي والاجتماعي قريب من مستواي. قعدت أنا والبنت تعرفت عليها، بس حاس شوي إني متردد. وليش متردد؟ مش عارف يا أستاذ، على الرغم إنه أنا قعدت مع البنت وحاس إنها كثير مناسبة بالنسبة إلي، بس مش قادر أقرر. وهي؟ هي موافقة، هي أخذت وقت طويل لحتى ردت الخبر، بس هلا المشكلة فيي أنا، أنا اللي مش قادر أقرر. وأنت من طبعك تكون متردد في حياتك؟ يعني بقصد بشكل عام. بالعكس، أنا مشكلتي مع نفسي إني عجول وعجول كثير كمان، بس تحديداً وفي هذا الموضوع نفسي أعرف ليش متردد. هذا الأمر طبيعي، طبيعي جداً. كل اللي بفكروا بالزواج بتكون حالتهم النفسية مثل حالتك، لأنه اتخاذ قرار الزواج من أصعب القرارات في الحياة. أنا بعتقد إنك بحاجة لأنك تتعرف على البنت أكثر. الإنسان بطبيعته بخاف من المجهول، لكن كل ما تعرف عليه أكثر كل ما تعرف على حقيقة أكثر، وهيك بتصير الأمور سهلة وبتقدر تتخذ القرار المناسب. بس العفو يا دكتور، أنا قعدت مع البنت وحكيت معها وتعرفت عليها. بتهيألك، لكن لو كان الأمر صحيح كان ما كنت ترددت. قولي، أنت تعرفت على نظرتها للمستقبل؟ بصراحة هذا اللي ما فكرت فيه. أنا زي أي واحد، حكيت مع البنت، عرفت مستواها المادي، مستواها التعليمي، علاقتها بأهلها، علاقتها برب العالمين، علاقتها مع زمايلها بالشغل، زي أي واحد بدي يخطب مش أكثر. كل هاي الأمور طيبة، بس كلها تخليك تتعرف على الوسط المحيط في البنت. أنا لما بحكي لك عن المستقبل بقصد تتعرف على شخصيتها ونظرتها للمستقبل. أنتوا ممكن تتزوجوا وتتم الأمور بشكل طبيعي، لكن بعد فترة الزواج رح يفشل
ليش؟ لأن ما رحنا بمعرفتنا للمستقبل. بس هذا الأمر صعب، وهو صعب جدا كمان. ما في إشي صعب إذا الإنسان عرف كيف يسهل هذا الصعب ويستعين بالله تعالى. ونعم بالله، بس أنا مش عارف كيف. يا ريت تحكي لي حضرتك. الموضوع بسيط، راح أعطيك مجموعة من الأسئلة، ومن خلال هاي الأسئلة راح تتعرف على البنت أكثر. الحقني فيها، شو هي الأسئلة؟ الأسئلة يا سيدي بتتعلق بطموحها المستقبلي وتصورها عن الزواج، وعن الصفات اللي بتحب تلاقيها في شريك حياتها، عن الأولاد، بقصد إنجاب الأولاد، تحب الإنجاب في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وهل البنت اجتماعية؟ يعني هل إلها أي نشاط خيري أو اجتماعي؟ وهل هاي البنت بتحب تنمي ثقافتها أو تنوع هذه الثقافة؟ وهل يعني بتحب إنه والدتك أو والدتها تتدخل في مشاكلكم الزوجية؟ هاي مجموعة من الأسئلة اسألها إياها. معقول؟ كل هاي الأسئلة بدي أسألها إياها؟ أنت مش بدك تتغلب على ترددك وتتخذ قرار مهم في حياتك؟ أكيد. معناته جرب وشوف بأسلوبك الخاص الطريقة اللي بتناسبك، وإذا قدرت تحصل على المعلومات اللي أنا طلبتها منك راح تشوف الفرق في تغير شخصيتك ونفسيتك كمان. أهلاً. أهلاً أخ معتصم. يا ميت هلا. أهلين. الله يسلمك. أهلين. عباس حكالي من أول ما جيت من السفر، بس الحقيقة لسه ما فضيت وكنت ناوي أحكي معك. صدقني كنت ناوي أحكي معك. لا يا رجل، ما أنت عارف صار لي غياب شهرين وعندي كومة بريد القراء هذا، وأنا ما بقدر أزعل القراء، ما أنت عارف. لا لا، الجولة كانت ممتازة، كانت ناجحة كتير. كتبوا عنها كتير في أوروبا. لا لا إن شاء الله. اسمع، خلينا المساء نلتقي. طيب، مع السلامة. أسف لأزعجك أستاذ، بس في واحد برا مصر إنه يشوفك، ومعه واحدة ست، بتذكر قبل سفرك إنه مر لهم. ما حكيت له إني مشغول، ما أنت شايف، لسه ما شفتش البريد. حاولت معه كتير بس هو مصر، بقول لك بدي أشوفه 5 دقايق بس. طيب يا سيدي، خليه يتفضل. السلام عليكم. أهلاً 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 أهلاً. كيف الحال؟ أهلاً وسهلاً. أنا بعرف إنك كثير مشغول وأنا ما رح أعطلك، ما رح أخذ من وقتك أكثر من 5 دقائق. لا يا رجل، المكتب مكتبك، تفضل. لا لا، أنا مستعجل وعندي مشاوير خير الله، بس أنا حبيت أجي بنفسي لحتى أقدم لك بطاقة العرس. يا سلام، هذا خبر عظيم، مبروك مبروك مبروك. ها مطبوع هاي طارق. ولعلمك أنا أجلت عرسي لحتى حضرتك ترجع من السفر، ضروري تكون موجود. هذا بيشرفني جدا، على كل اعتبرني اول واحد. بس اذا ممكن اعرفك على خطيبتي، لانها كثير حابه تشكرك على اللي عملته معنا. يا سلام، طبعا ممكن، هذا اشي كثير كثير بيسعدني، مع اني ما عملت الا واجبي. طيب لحظه لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نور؟